شوربة مع الكرشة مع الخروف، هاي هي. عندي معلقة طحين، هاي الكاسة جبتها من عسك شهير من أختي وحبيبتي أم سعود. وعندي هذا مع الثوم، سويته عني من زمان، باودر مع الجارليك مع الثوم. عندي شوية دهن، أي دهن عندكم أي نوع، إيش ما تسوون لا تتحيرون به، أي نوع دهن عندكم. خليته على 5. أول شي راح أقلي الدهن، هو الدهن بارد، راح أحط شوية طحين، هاي معلقة طحين، معلقة مع الأكل، راح أسويه بهذا لما شوية يتحمص الطحين. راح أسوي الاسمو، راح أترماني هذا، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أنا اشتريته مغسول ونضعته بماء وملح حتى بعد ينضف. هذا كلش طيب، بها اسمو توماس كارلجين بالأخص للشمو للوجه، وهذا اسمه الأسنان والأطفال من يطلع جديد، لأن أنا عندي مالك وراح بعد شوية تجي من المدرسة، ما من المدرسة عني، وراح أسوي لهم هذا الأكل سريع، أكلة كلش طيبة وسريع. هذا الطحين شوية قليته، هذا الطحين شوية قليته، معلقة طحين، كفي. هذا ثوم، ثوم يابس، هذا أنا سويته. إيش قد ما يصير كل شي ما عليه، كلش بسيط اللي اسمه ماله. شوية تغلو بالدهن الثوم، وشوية انتو معكم بعض شي، شوية تخلون بيه ملح ودقوا بالهواء، تطلع اطيب من الاسمك. طيب بعد دقوا احسن من الماكينة الاسمو. هذا يكفي، هذا مع الاسمو كرشة مع الخروف. كرشة مع الخروف، طحين، وثوم يبسناه يبسته عني ودقيته بالهاون، طلع مثل البودرة مثل الملح. هذا كلش يعني خيالي بسرعة يصير. هسه الشمع الخروف، طحين، وغازليك شوشمو، راح اخلي بيها كاستين ماي. انا هاي الكاسة حيل عجبتني، جبتها من عسك شهير من حبيبتي ام سعود، ربي يحفظها لي، يحفظها ويحفظ كل اللي يشاهديني، لا اعرفهم ولا ما اعرفهم. هاي ثلاث كاسات شوية حطيت فيها، هاي كلش طيبة، بها ميجا ثري، بها كل شي، بالأخص الكرشة مع الخروف. الكل يعني يعرف، ما يحتاج أقول، حيل حيل صحي وحيل مفيد.
بدها تفور فور فورتين تكفي فورتين كل جزئين حتى لا كثير يستوي. هاي كرشة مع الخروف غسلته زين ونقعته مع ماي وملح ومعلقة طحين ومعلقة صغيرة اسمه ماثوم باودر ماثوم غارليك باودر وشوية ملح. تاكلوها تحزون بها شوية ليمون كلش طيبة تطلع. أتمنى الكل يجربها. أنا متأكد إذا تجربوها يعجبكم بالأخص على الشتاء. أكلة كلش طيبة وخفيفة ما متعبة للعلمها. كفي صدقوني كلش كلش طيبة. اذا ما عندكم حساسية شي ممكن تقدرون تحطون بها شوية فلفل اسود صدقوني كلش طيبة تطلع. طحين وغارليك باودر وكرشة مع الخروف وشوية دهن. اول شي قليت الطحين والدهن وشوية مع الثوم وبعدين خليت فوقه هاي الكرشة مع الخروف وبعدين زدته تلك اسمه ماي. اذا ما عندكم هاي نفس هاي بس كلاص كبير ماي يكفي كلش زين ماي دافي. هذا يكفي صار هاي اللي اسمه هالقد. هاي السوسو بس راح تجي من الشور. هاي كرشة مع الخرب ان شاء الله يعجبكم.